أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة بصدد طرح مناقصة تنفيذ 2346 شقة سكنية في مدينة سلمان، وذلك خلال الفترة المقبلة بعد أن اكتملت نسب الإنجاز بكلا الأعمال الإنشائية والبنية التحتية ب 3041 وحدة سكنية بالجزيرة 13 والجزيرة 14. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع ومتابعة العمل من بعد تفضل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح هذه المدينة وتسليم جلالته أول 3 وحدات بالمدينة للمواطنين المستفيدين. وصرح الوزير أن الوزارة ستستأنف إجراءات توزيع أكثر من 2800 وحدة سكنية بمشروع مدينة سلمان الأسبوع المقبل بعد أن شرعت بتوزيعه مع بداية برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية، والتي أمر بتوزيعها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكد المهندس باسم الحمر أن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن خطة بناء 25000 وحدة سكنية مدرجة في برنامج عمل الحكومة، وهو الالتزام المنبثق عن الأمر الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية، موضحا بأنه في إطار برنامج عمل الحكومة ستقوم الوزارة بتكثيف العمل حتى تتمكن من زيادة أعداد المستفيدين. وقال إن مدينة سلمان تعد الأكبر والأكثر تطورا في تاريخ الإسكان، ذلك بتوفيرها أكثر من 15000 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات لتخدم بدورها قاطن المدينة، والتي ستبلغ طاقتها الاستيعابية حين اكتمالها أكثر من 90000 نسمة. أن تأتي هذه الزيارة لمدينة سلمان للإطمئنان على سير العمل والتأكد من نسب الإنجاز، وخصوصا احنا الأسبوع القادم إن شاء الله مقبلين على توزيع المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة من هذه المدينة. ما يميز هذه المدينة بكل تأكيد مساحتها وعدد وحداتها السكنية والخدمات العديدة المتوفرة فيها، وأيضا إطلالتها البحرية الجميلة. مدينة سلمان تحوي بنية تحتية أساسية قوية لاستيعاب المراحل الأولى وأيضا استيعاب المراحل المستقبلية من هذه المدينة. أثناء هذه الزيارة حرصنا على زيارة محطة معالجة المجاري اللي هي تعتبر يمكن من المحطات الكبيرة، وتم إنشائها وتأسيسها وبناها وفق أعلى المواصفات، ونتأمل إن شاء الله أن تكون جاهزة للتشغيل، بل بدأت الشركة في إجراء الفحص المبدئي لتسليمها إن شاء الله. وهذه طبعا المحطة جاءت بجهد مشترك ما بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني. طبعا من ضمن الاستعدادات اللي تقوم فيها وزارة الإسكان لتشغيل مدينة سلمان بالكامل، تم الانتهاء مؤخرا من تخطيط الأرصفة ومسارات الدراجات الهوائية لتكون يمكن من أول المدن وأول منشآت اللي مهيئة لاستقبال سواء المشاة أو الدراجات الهوائية من خلال مسارات آمنة مكتملة تشمل معممة على أنحاء المدينة.